أصبت إني أشوفك هنا عشان في موضوع انفتح وللحين ما تقفل. بصراحة ما بيك تجيب أي طاري لحور أبد، لأن تشوف شلون ردود أفعالها هذه الفترة. عن أي موضوع تتكلمين؟ سالفة الأرض اللي بعسير. أنا طلبت إني أتنازل عن كامل حصتي من ورث أمي مقابل إنها تكون لي. قانونياً الموضوع ما هو متعلق بحور، بس الأرض هذه من ضمن أملاك أمك الله يرحمها، يعني حتى خالتك آسيا لها نصيب فيها. أنا أنصحكم بالتسوية داخل العائلة، أفضل لكم من وجع الرأس. لو وكلتك قانونياً إنك تنهي الموضوع ممكن تنهيه؟ صراحة لأن ما عندي أي استعداد أجاوب على أي أسئلة حالياً. شوفي شهد، أتمنى أنكم تطلعوني من أي موضوع بينكم حتى لو كان قانوني. أنا ماني ناقص حور واتهامات هلي تدور أي شيء بس عشان تتهمني. وانتي شايفة آخر موضوع، موضوع رسالة جدك، ولما مشى كانت تتهمني طول الوقت وكأني أنا اللي مشيته. أنت فاهم الموضوع هذا غلط. السالفة أبد ما لها علاقة بالرسالة تركها معك جدي. أجل وش السبب اللي خلاها تنفجر علي كذا؟ شهد في شيء أنا ما أعرفه؟ لا بس هي توقعت إنك جامعنا كلنا عشان. عشان وشو؟ عشان قلت لها كلام وقالت لك كلام وتوقعت إنك جاي عشان. توقعت إيش؟ توقعت إنك جاي تخطبها. طيب وش قالت لك؟ قالت لي راح أقوله إني موافقة. اسمعيني شهد، لو قلت لك إني بساعدك في موضوع أرض عسير تساعديني باللي أبي؟ طول ذا الاجتماع. على فكرة اللي قاعد يصير هذا مو بعجبني. فهد ما علينا من ذا كله. أنت تبيني أعيش معك ونترك كل شيء ونكون مع بعض؟ وش ذا السؤال؟ أكيد طبعاً، علشان تكوني بالصورة لما ما طلع من عندك. أنا لو جت علي ودي أخذك ونمشي اليوم قبل بكرة. أجل في شيء واحد لازم نسويه وبعدها نقدر نترك كل شيء ونمشي، وأحتاج مساعدتك. وش هو؟ حور أختي، أبطمن عليها.